كيخرجوا مقابلات بحال هكا، فكنوجه لهم شكر كبير. ان شاء الله توجه المقابله ديال الاسفين لاجل انتزاع ثلاث نقاط ان شاء الله. المقابلات اللي جايين كلهم مقابلات ديال اننا نخوضوهم بانيتا ديسبري باش نربحوا، لان احنا الهدف ديالنا ما عندنا باش نخفيو هذه الامور، هذه واضحه. الهدف ديالنا هو اننا نتوجوا ان شاء الله لكاس الكونفدراليه الافريقيه، والهدف ديالنا في البطوله اننا نمشيو ما هو ابعد، واننا تكون عندنا واحد الحظ في الفوز بالبطوله وتحقيق لا دوزيام بلاص اللي تحولنا كذلك اننا نكونوا السنه المقبله في الشامبيونز ليغ. وهذه اشياء اللي كتجعل ان الفريق هذا طموح وهذا حلم مشروع، ولكن باش كنقولوا الحلم كيكون ضروري اننا نديروه بالاهداف، والاهداف كخصها انضباط وكيخصها المثابره، وكيكون واحد العمل شاق وجاء وصعيب، وما تكونش الامور سهله، خصوصا انه كاين فروق قويه وكثيره، خصوصا هذه السنه هذه كتزيد على سته ديال الفروق اللي حتى هي عندها الامكانيات وعندها نفس المبتغى. ف لا كونفيرونس غتكون صعيبه، وهذا كيزيد يحلي العمل ديالنا، كيزيد يصعبوا من ناحيه اخرى، كيزيد يحلي العمل ديالنا. ملي كنشوف الى بداو المقابلات كيداروا بحال هذا الشكل هكا، كنظن على ان اخر مقابله اللي كنذكرها في البطوله هي ديال الرجاء. حنا ضد الرجاء، وراكم شفتوا كيفاش رقات لواحد المستوى جيد. مقابله الان كذلك مع تطوان، ولا كانوا مقابلات يدوزوا شيقين بحال هكا، فهذا ربح للجميع والكره القدم المغربيه، خصوصا الجمهور اللي كيجي باش يشوف واحد الطبق كروي اللي كيسودوا واحد النديه واحد التشويق، وهذا شيء جيد. نتمنى من الله باش المقابلات كل مين يدوزوا بهذا الشكل.